عليكم الخوة، معكم لاج ادفنتشرز في فلوج جديد ومغامرة متواضعة كالعادة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا مدينة جديدة اللي هي مدينة عنابة، وناسها طيبين عنابة بابا. جينا نستكشف هذه المدينة، راح نشوفوا فيها اهم المعالم السياحية ولا اهم المعالم التاريخية. فوالا، بدون اطالة تبعوا الفيديو التالي وخلونا نستكشف هذه البلاصة مع بعض. شكرا. مرحبا بكم في عنابة خويا ناسيت عايش. شنو مزابينا دوكا هذه قهوة الصباح اللي هي نضربو فيها الزوج ورفطو بالك على السبعة بلا. مصطفى دوكا وهذي خويا هذي بلاصة، واش سموها البلاصة تاعكم؟ كورة. واش عيطولها؟ كورة. الكورة هاكا؟ الكورة يعطيك الصحة. دوكا نفهمو لكم واحد البلاصة اسمها الكورة، جاية في قلب عنابة. فوالا في قلب عنابة. هكذا مصطفى؟ مصطفى حيضرب لكم بطوطينات. خلاص حبسنا مع المشي حنايا يا شيخو. هذا كان مصطفى بطوطين هاد بدا يا كملوها عنا بحنا يجي شوية صحيح. هاتوا طالع. السلام عليكم خوا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رانا في مدينة عنابة أبابا. السلام عليكم الخوة، رانا في عنابة، حنا نضربوا العنابة بابا. صح صح هذا واش معناها خالد؟ ناكلوا ديرك هكا بالقشور ولا نقشر؟ هكا بالقشور. بسم الله. واسمو واسمو؟ العناب. ايه شغل التفاح. ماشي تفاح، لا شنو نقول لك؟ شغل مانجاش ولا هذا فيه شجر سبيسيال ولا؟ ها هو العناب خوتي. انت خلطة سيدي. عنده واحد القوة، عنده واحد القوة. ما سا جي با انكور دي تيرميني راني شويه شبه الزيتون شوية حامض. شو هذا؟ والله ما كنت باكل. المهم راح نضربوا العناب. ما كان زيتون نضربوا المشبار. دوكا دوكا ناكلوهم خويا. ناكل ناكل. هذه هي دوكا نجيكم دورة في المارشي. سوف نذهب إلى السوق المركزي. الله يبارك فيك. شحال السعر تاعو؟ ها؟ السعر؟ خلينا من السعر صاحبي، احنا ندعموا السياحة المحلية أخويا. بنينة خويا. لا بنينة. يعطيك الصحة خونا. خويا يا سيدي. مليحة لكل شيء. زادها مليحة. بو شويه كلافيس هاي تقلع. مرحبا بك الله. شوف مدينة عنابة أو بونا، تلقب أيضا بجوهرة الشرق من بين أكبر المدن في الجزائر، وهي تقع في الشمال الشرقي للبلاد.
كانت تسمى قديما في عهد الفينيقيين بهيبون. تعتبر مدينة عنابة مركز صناعي رائد، فهي تحتوي على أكبر مركب للحديد والصلب في القارة الإفريقية. معظم الناس يسمون هذه المدينة بلد العناب، وذلك بسبب وفرة هذه الفاكهة في المنطقة، ومن هنا أخذت اسمها الحالي. تعتبر مدينة عنابة مدينة سياحية بامتياز، وهي تحتوي على عدة معالم أثرية وتاريخية كالآثار الرومانية ومتحف هيبون. مدينة عنابة أيضا هي مدينة الثقافة والفنون، حيث أنها معروفة بإحدى مراكز اللون الغنائي المألوف الأندلسي، ولعل من بين أشهر الأماكن الثقافية هو المسرح الجهوي عز الدين محجوبي. لن تكفي السطور للتعريف بهذه المدينة وشعبها الطيب. إذن وبدون إطالة أترككم مع باقي الفيديو ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم الخواء، ما زلنا توجور في مدينة عنابة. دوكا راح ندخل نشوفوا واحد الإجليز ولا سيتون بازيليك، اسمها بازيليك دو سان أوغستان. فوالا هادي صالة فايزون كيما شي اسمها، صالة كيما نوتر دام عندنا، ولا نوتر دام ساكري كور. كاين سانتا كروز في شي اسمه فولون. فوالا راح ندخل نشوفوها. خاوة اللي جا العنابة وما جاش السيارة دي مراطي بزاف، دوكا جينا لواحد واحد لوطيل اسمه فندق المنتزه، زعما باش نشوفو الكوشي الصولي بون تخلص 10,000 دخلة. مي طون راهو كوفير بزاف، وين ما بانناش كاع الكوشي الصولي. على كل حال ما بان والو، انا دوكا انا نحرق وانا ندورو لداخل، زعما نبروسبيكتي بوغ بروشان، زعما هكا بالك بروشان فيزيت ولا تريك كون سا. الحالة يعني في معظمها ما شاء الله مليحة الحالة. هوا السلام عليكم، لي جا العنابة ما جاش السيارة لي على مراطي بزاف و موفي لي بون مالوغوزمون ما كناش ربي النوم كاين لي بروجي تولا باش كاين كاين طون كوفر كاين حالة غيمة ايتو. مي سي رايدي ا روفيزيتي، زعما لازم نعاودو نولو ليها ندورو فيها تمانا فوالا. جاي كيما العنابة وين عندك فيه بزاف وين تشبه الشارع شوية هكا، زعما عندها معباش جاني احساس انو تشبه الشارع. الشريعة درنا ديجا عليها فيديو، خليو لكم في الرابعة فوق هاني مرة، اللي مازال ما شافش الفيديو هادي نورمالمون ذا لاست وان اون ماي شانل، صافي دير هادي آخر فيديو اللي درتها تلقى الكاف من هادي الفيديو. قلت لكم بلاصة بزاف شابة، يعني ننصح جميع إنسان يجي لعنابة يدير سي راجي في البروغرام ديالها. فوالا نورمالمون هادي آخر وجبة قبل ما ندخلو لتونس. بون دوموندينا كاع حاجة باسكو نفطر بها عشاء، سما شاء الله على بير رمضان مصطفى راوي يتوحى ويتشاهد مصطفى البيتزا بدا جبنا خوذة
انا جبت بطاطا كوشا مشتوكه وحنا حنا ناكل برونكولي انا نحبس كويس اللي هو جاب لابيري وهذه هي المهم ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على اللايك خلونا كومنتير والى فرصه مقبله ان شاء الله تحيا السياحه في الداديك تحيا السياحه المحليه هذه هي شكرا.